النادي الأهلي تأهل لنهائي بطولة السوبر المصري بعد فوزه على نادي سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعتهم على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري. سجل ثنائية الأهلي طاهر محمد طاهر فيما سجل هدف سيراميكا الوحيد فخري لكاي. على جانب آخر، حصل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على جائزة رجل المباراة أو مان أوف ذا ماتش في مع فريقه في المباراة التي جمعت فريقه مع فريق سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. النادي الزمالك تأهل لنهائي كأس السوبر المصري أيضا بعد فوزه بخمس أهداف مقابل أربعة على نادي بيراميدز بركلات الترجيح، وده بعد ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. تصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لركلة الترجيح الخامسة لبيراميدز واللي نفذها مصطفى فتحي، بينما سجل الزمالك خمس ركلات بنجاح ليضمن الفوز بهذه المباراة. أما أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك فحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز أو مان أوف ذا ماتش في المباراة التي فاز فيها النادي الأبيض بركلات الترجيح ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي. نجمنا المصري محمد صلاح قاد فريق ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025 برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف، وتشيلسي يقبع في المركز السادس برصيد 14 نقطة. أما مان سيتي فحقق الفوز على فريق وولفرهامبتون في المباراة اللي جمعتهم برصيد بهدفين مقابل هدف واحد في منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي. يرفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة العشرين في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة يبقى بها في المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة البريمير ليج. فريق فورنتينا حقق فوز كبير على فريق ليتشي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. رفع فورنتينا رصيده إلى 13 نقطة بقي بها في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليتشي عند خمس نقاط. أما فريق برشلونة فحقق فوز كبير على منافسه أشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، فيما يحتل أشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد وجيرونا. إذن نهائي جديد منتظر ما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على كأس بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، واللي هيتلعب يوم الخميس الجاي على استاد محمد بن زايد. يعد النهائي المنتظر هو النهائي التاسع بين القطبين على لقب كأس السوبر المصري، وده طبعا بعد فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح
وفوز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.